بسم الله الرحمن، السلام عليكم. أعزائي طلبة وطالبات المرحلة الثانوية العامة، مرحبا بالله بالصف الثالث الثانوي على قناة مستر أستاذ، ذات الشرح وتبسيط قواعد اللغة الإنجليزية. إن شاء الله مستمرون معك في مراجعة المنهج بتاعك لعام 2021 من كتاب ماي نيو فريند لعام 2021، كتاب معنون 185 امتحان الكتاب الأول تحديدا. وصلنا لمراجعة على الوحدة 8 في شكل تيست 8، وده بدايته موجودة على صفحة 23. بسم الله الرحمن الرحيم، على بركة الله نبدأ أول جملة في التشوز. بنفكرك بتضمين فيديو لرابط القاعدة، رابط لفيديو القاعدة معنا إن شاء الله من قناتنا عشان تشوفه وتراجع معنا. بسم الله بارك الله. نبدأ جملة شو تقول لك؟ I wrote a letter to my friend, so the language was very. أنا كتبت خطاب لصديقي ولذلك اللغة كانت إيه بقى جدا؟ يا ترى intelligent ذكية، ولا illogical غير منطقية، ولا illegal غير شرعية، ولا informal غير رسمية؟ informal غير رسمية إجابة هي صحيحة في جملة رقم واحد. اثنين، اي بقى جاي في فراغ، انا الكتريشن، انا كذا، الكتريشن معنى كهربائي اللي هو الشخص اللي بيشتغل اللي بيعمل في مجال الكهرباء يعني. تو تشيك ذا سوكيتس ان ماي فلات، علشان يفحص المقابس اللي هي المفاتيح الكهرباء يعني في الشقه بتاعته. يا ترى هاد ولا لاوز ولا ميك ولا جوت؟ انا هاخد جوت. طبعا احنا بنأكد على الوحده بتاعتنا 8 فيها القاعده بتاعت كوزيتيف هاف، و بتاخد شكل causative have و causative get، طبعا اللي هي have السببية او get السببية، واللي بتتكلم في فكرة انه يمكن استخدامها كواحدة من صياغات المبني للمجهول، وفي استخدام تاني للاثنين طبعا هما سواء have او get. ان انت بتقول اني فاعل جعل مفعول يؤدي له فعل معين، انا جعلت فلان يقوم بفعل معين بالنسبة لي. الجملة اللي قدام هنا يناسبها الصياغة got، لان got اللي ينفع يجي على الصياغه دي اللي هي ايه؟ اللي هي الفاعل، وبعد كده جوت، وبعد كده المفعول، وتو والفعل في المصدر. دي الصياغه الوحيده اللي تنفع في هذا الشكل. طبعا هاد وميك واللاو ما ينفعش معاهم الكلام اللي احنا قلناه بنفس الترتيب اللي احنا لسه قايلينه. جوت هي الوحيده اللي ينفع معاها الترتيب اللي احنا لسه قايلينه على الجمله جوت. اجابه واحده صحيحه في الجمله رقم 2. 3، طارق fell off his bike. طارق سقط من على الدرجة بتاع، وقع يعني. This morning هذا الصباح. But fortunately، لكن لحسن الحظ الحمد لله. He was ايه بقى؟ يا ترى unintelligent غير ذكي، ولا uninjured يعني الحمد لله لم يصاب، ولا unnecessary غير ضروري، ولا united معناها توحدة يعني يخلي الحاجة متحدة بدل ما كانت منفصلة. uninjured غير مصاب او لم يصاب. اجابة واحدة صحيحة في جملة رقم 3. 4، I am going to، بعد جاي فراغ، at the mechanics next Saturday. طيب الصيغة اللي قدامي واضح فيها صيغة going to، طيب ماشي، ايه بقى؟ وطبعا واضح فيها صيغة المستقبل بدليل next Saturday، ماشي. يا ترى get my car examined ولا have my car examined ولا have my car examined ولا examine my car؟ الجملة اللي قدامي مبني للمجهول في صيغة going to مع causative have. ادي I am going to، فاضل ايه كده معايا؟ فاضل have والمفعول به والتصريف الثالث. have والمفعول به والتصريف الثالث عشان تكمل causative have في شكل المبني المجهول. مين فيهم المتحقق ده؟ get my car examined، لا مش واخده شكل التصريف الثالث يعني مش متحوله، و have my car examined برضه مش متحوله. مين اللي متحوله بقى؟ يعني اللي واخده شكل الباسيف، متحوله معناها واخده شكل الباسيف يا شباب. تمام اهي، have my car examined عشان تكمل معايا، ادي صيغه I am going to، وادي have، وادي المفعول به، وادي تصريف ثالث. have my car examined اجابه هي صحيحه في جمله رقم 4، واحنا شرحنا السبب ليه. طيب نروح للجمله رقم 5، واللي بتقول لك germs اللي هي الجراثيم are جاي فراغ to the naked eye. naked eye اللي هي العين المجرده يعني عين الانسان العاديه. they cannot be seen، لا يمكن رؤيتها. طيب يبقى ايه بقى؟ inaccurate غير دقيق، ولا informal غير رسمي، ولا invisible غير مرئي، ولا internal. مين بقى؟ invisible. invisible معناها غير مرئي، لان الجراثيم غير مرئيه للعين العاديه للانسان. invisible اجابه صحيحه في الجمله رقم 5. 6، the mother never lets her children، الام لا تدع ابنائها ايه بقى؟ جاي فراغ TV at night، التلفاز ليلا. watch ولا to watch ولا watching ولا watch it؟ انا هاخد watch، لان let يا شباب ما تحتاجش معاها to عشان اجيب مصدر، مش محتاجه خلاص، فده يخلي to watch ما تنفعش، وما يجيش وراها gerund watch، ما يجيش وراها ماضي بسيط.
تمام، يجي وراها ووتش، او يعني اقصد بالفعل في المصدر اللي هي ليت، طبعا يجي معاها الفعل في المصدر بحسب الجمله اللي قدامي ووتش. اجابه صحيحه في الجمله رقم 6. 7 بتقول لك بلانتس النباتات كذا، the oxygen الاكسجين which we breathe اللي احنا بنتنفسه، release بمعنى يطلق، يطلق صراحة حاجة يعني أو يطلق ماشي زي ما قلناها، ولا result بمعنى نتيجة، ولا achieve بمعنى ينجز، ولا occur بمعنى يحدث. الإجابة إن هي release، النباتات بتطلق الأكسجين اللي إحنا بنتنفسه، طبعا ده بيتم في عملية البناء الضوئي. release إجابة واحدة صحيحة في الجملة رقم 7. 8 يقول لك فيها I am very busy this month، أنا مشغول جدا الشهر ده. as I am a، لأني أنا إيه بقى؟ يا ترى build a new house في شكل المضارع البسيط، ولا having a new house building وهذا شكل الجرند في having، وده جرند تاني اهو بعد house اللي هو building، ولا get a new house built، ولا having a new house built. الجمله اللي قدامك واضح فيها الاستمراريه I am a، يبقى انت محتاج حاجه فيها جرند ماشي، وبعد الجرند بتاعك ده طبعا ما هو ده شكل، وهذا شكل المضارع المستمر. تمام، بعد المضارع المستمر احنا قلنا جرند عشان ام، عشان ام نقف هنا مضاف الى اي ان جي يعني، واضح شكل الاستمراريه وطبعا في زمن المضارع، يبقى فاضل ايه بقى معاك؟ فاضل معاك المفعول باللي هو نيو هاوس، وبعد كده تصريف ثالث، ودي واحده من صياغات المبني للمجهول مع كوزا الذهاب، بس الزمن ايه؟ زمنها مضارع مستمر، فتبقى اي ام هافينج ا نيو هاوس بيلد، ودي التركيبه الصحيحه بتاعتها، ادي ام وبعد كده هافينج والمفعول به اللي هو نيو هاوس وبيلد تصريف ثالث، ودي مش متحققة في الاختيارات الثلاثة التانية. Having a new house built إجابة واحدة صحيحة في الجملة رقم 8. 9 بتقول لك if you eat too much لو أكلت كتير you will eat out of weight الكثير من الوزن، يعني وزنك هيزيد يعني. يا ترى win بمعنى يفوز أو يربح جائزة، ولا gain بمعنى يكتسب، ولا earn بمعنى يكسب ودي لها علاقة بالفلوس، ولا make بمعنى يصنع، أنا هاخد gain لان جين اوت اوف ويت بمعنى يكتسب وزن زياده يزيد وزنه يعني. جين اجابه واحده صحيحه في الجمله رقم 9. 10 يو هاف اي باد توث عندك سنه يعني مش سليمه. طيب يو ايه بقى؟ ات تشيكد ات ذا دنتست، انت كذا هي يعني تحصل عليها هذا ولا تحصل عليها يعني مفحوصه من الطبيب اللي هو في عياده الاسنان دي، عياده دكتور الاسنان. طيب يو هاف ولا شود هاف ولا ار ولا هات، انا هاخد شو ده واخده شكل النصيحه ماشي، ولكنها في الكوزاتيف هاف يو شود هاف ات تشيك ده يجب ان تحصل عليها مفحوصه في عياده دكتور الاسنان. شود هاف اجابه واحده صحيحه في الجمله رقم 10. طيب نروح لجمله رقم 11 ومنها يعني رقم الصفحه ظاهر لحد ما هنظهره بعد شويه لما نروح ل 12. هتشوف لك ايه؟ The player was angry after his name was، اللاعب كان غاضب بعد ما اسمه ايه بقى؟ From the team list من قائمة الفريق. يا ترى included تم تضمينه يعني موجود في القائمة كده، ولا removed أزيل، ولا appreciated بمعنى قدر أو ثمن، ولا respected احترم، لا removed تم إزالة اسمه، لما اتشال اسمه من القائمة زعل. removed إجابة صحيحة في 11. هنحرك لك بقى نجيب على 12 عشان منها تشوف رقم الصفحة. ده 23 رقم الصفحه، ودي ايه اسم الكتاب وكل حاجه واضحه قدامك. اتش بقول لك اي جوت ماي سيستر، وبعد كده جاي في فراغ عايز اقول لك انا جعلت اختي ايه بقى؟ مي ويز ماي ديفيكالت هوم ورك، عايز اقول لك ان هي تساعدني يعني في واجبي الصعب يستر دي بالامس. طب ايه بقى؟ ادي فاعل وادي جوت وادي مفعول به، فاضل ايه معاك؟ فاضل معاك تو والمصدر، يبقى هيلبنج في شكل الجرند خطا، هيلب في شكل المصدر خطا، helped في شكل الماضي البسيط خطأ تماما. to help إجابة واحدة صحيحة في الجملة رقم 12، وإحنا قلنا السبب إيه. 13 the leaves of trees أوراق الأشجار مالها بقى؟ are like food تشبه إيه الطعام بقى؟ يا ترى companies شركات، ولا shops محلات، ولا firms برضو معنى شركات، ولا factories مصانع؟ هي دي مصانع، إن المصنع هو اللي بيصنع الغذاء مش بس بيكتفي ببيع ولا ما إلى ذلك. فاكتوريز بمعنى مصانع، اجابه واحده صحيحه في الجمله رقم 13. 14 شي از انجري بيكوز، شي هي غاضبه لانها ايه بقى؟ جايب فراغ هير بيرس ستولن ذيس مورنينج، بيرس اللي هو شنطه النقود اللي بتبقى السيدات ماسكاها في ايديها شباب. بيقول لك هي غاضبه لان شنطه الفلوس بتاعتها الصغيره دي اتسرقت منها. طيب يا ترى ديد ولا هاد ولا ميد
ولا جيت. الإجابة بتاعتي هاد، because she had her purse stolen. لأن طبعا هنا هو كوز في الجملة، هنا هو ليها علاقة بكوزيتيف هاب بس واخدة شكل الماضي، لأن حصلت على البتاع ده الكيس الفلوس بتاعها مسروق أو سرق. الجملة طبعا واضح فيها البناء للمجهول في الجملة رقم 14. هاد إجابة وحيدة صحيحة. 15. The boy asked his mother for some. الولد طلب من أمه أو لبعض إيه؟ money to buy a toy، المال لشراء لعبة. يا ترى extra بمعنى إضافي أو زيادة ماشي، ولا ultra والمعنى فيها مسرف تمام، ولا انفرا بمعنى تحت زي ما بقول لك ايه infrastructure مثلا بنية تحتية ماشي، هذا المقصود بيها يعني، ولا idea بمعنى فكرة. لا، الولد طلب extra money، الولد طلب extra money بمعنى أموال زيادة. extra إجابة صحيحة في 15. الجملة 16 بيقول لك كيف يو شود هاف ا ديكوريتور، يجب ان تحصل على مهندس ديكور. ماله بقى يعمل ايه بقى؟ يور نيو فلات شقتك الجديده يا ترى ديكوريتد، وهذا شكل التصريف الثالث، ولا ديكوريت في شكل المصدر، ولا ديكوريتس في شكل المضارع البسيط، ولا تو ديكوريت. تو المصدر، انا هاخد ديكوريت ليه؟ لاني لما اقول يو هنا هو تقع فاعل وادي هاف ماشي اللي هي كوزاتيف هاف خلاص كده، بس في الاستخدام الثاني ليها اللي هي فكره انك انت تجعل حد يعمل لك حاجه، يبقى ادي الفاعل وادي هاف وادي المفعول به، يجي وراها الفعل في المصدر تمام. ديكوريت اجابه هي صحيحه في الجمله رقم 16. طب نروح لصفحه 24 عشان نكمل الامتحان بتاعنا. 24 بيقول لك ايه؟ كانسر از تيربل والعياذ بالله، السرطان ايه بقى مفزع جافره، that threatens the lives of many people، يهدد حياة العديد من الناس. terrible ايه؟ ill بمعنى مريض، ولا poisonous بمعنى سام، ولا illness بمعنى مرض، ولا sick بمعنى مريض illness. إجابة هي صحيحة في جملة رقم 17. 18. yesterday I went to the barbers too. بالأمس ذهبت إلى barbers، هنا معناها محل الحلاق يا شباب. to a لكي a have my hair cut، أحصل على شعري مخصوصا، ولا cut my hair، ولا my hair cut، ولا get my hair cutting. انا هاخد have my hair cut لان اللي قدامي جملة في causative have المبنية للمجهول في صيغتها الطبيعية السليمة جدا، have والمفعول به، المفعول به الاصل اللي هو الشعر، وادي cut تصريف ثالث ماشي. cut my hair الجملة في الماضي، فما ينفعش اقول to cut my hair، انت تشغل تشير الى المضارعة، لا to my hair cut الصياغة خطأ، get my hair cutting ما ينفعش اجيب gerund مع الصياغة اللي هي ليها علاقة بجد، ده يخلي have my hair cut إجابة وحيدة صحيحة في جملة رقم 18. 19. we get signal from mobile phones from that tool، احنا بنحصل على الإشارات بتاعة الموبايل من هذا ايه الطويل ده over there، يا ترى lamp ولا column ولا mast ولا most. ماست اللي هو برج الارسال بتاع الاشارات السلكيه والهواتف المحموله وما الى ذلك ماشي. ماست اجابه صحيحه في رقم 19. عشان بقول لك I really must have my leg، انا حقيقه يجب ان احصل على رجلي ايه باي دكتور بواسطه الطبيب، ها يبقى ايه have my leg، فاضل ايه معاك كده؟ فاضل معاك تصريف ثالث خلاص، عشان تبقى كوزه في شكل الباسف، يبقى اكزامن في شكل المصدر، طبعا كلهم مشتقات الفعل يفحص، اكزامن في شكل المصدر مش تنفع، تو المصدر تو اكزامن برضو مش تنفع، اكزامن في شكل التصريف الثالث هي الاجابه الوحيده الصحيحه، از اكزامن صياغه خطا تماما بناكد، اكزامن تصريف ثالث للجمله اللي قدامي، صياغه وحيده صحيحه في جمله رقم 20. وعشان بتقول لك ايه؟ سينس شود بي الطلاب يجب ايه؟ اوف ذير ability to achieve success من القدرة بتاعتهم على تحقيق النجاح. يا ترى accurate بمعنى دقيق، ولا confident بمعنى واثق، ولا intelligent بمعنى ذكي، ولا removable بمعنى يمكن تحريكه. لا confident. Students should be confident. الطلبة يجب أن يكونوا واثقين من قدرتهم على النجاح. اتنين وشو بدو لك ايه؟ Who do you usually give فراغ by؟ طيب يا ترى ووش يور، طبعا ان هو واضح الصياغه في المبني للمجهول بدليل باي. طيب ووش يور كلوز، ولا هافينج يور كلوز ووشد، ولا جيت يور كلوز ووشد، ولا يور كلوز ووش.
انا هاخد get your clothes washed، لان دي الصياغه الوحيده فيهم المبنيه للمجهول، المبنيه للمجهول، طبعا مبنيه مجهول في شكل المضارع البسيط. ودي واحده من صياغات causative get، ودي برضو في نفس الوحده بتاعتك مع causative have. wash your clothes دي ده هنا هو تقع فاعل مش مبني المجهول، الجمله هنا هو كده having في شكل الجرند خطا، و your clothes wash برضو خطا تماما. الاجابه الصحيحه get your clothes washed في شكل causative get، وهي واحده من صياغات المبني للمجهول get your clothes washed، اجابه واحده صحيحه في 22. الجملة رقم 23 بتقول لك فراغ وبعد كده is an illness، كذا هو مرض which affects a lot of people، يؤثر على العديد من الناس. diabetes لو مرض السكري، diabetic بمعنى عنده مرض السكري، و debate معناها مناظرة أو مناقشة، ولا debates بمعنى نزاعات أو مناقشات أو مناظرات، لا diabetes المرض نفسه مرض السكري. diabetes إجابة صحيحة في 23. 24 أو بقى جاي فراغ، my car so it looks nice now، انا كذا سيارتي ولذلك هي تبدو يعني جميله الان. got washed ولا washed ولا had it washed ولا got it washed washed، لان اي تقع فاعل وادي الفعل بتاعها، الجمله اكتف مفيش فيها صياغه مبني للمجهول، تمام، ولذلك لا got washed اللي هي في شكل الماضي البسيط تنفع، ولا had it washed في شكل الماضي التام تنفع، ولا got it washed برضو الكلام ده مش هينفع تماما، هنقول washed. إجابة واحدة صحيحة في 24، الجملة اللي قدامي دي أكتف في شكل الماضي البسيط، جميلة جدا وسهلة جدا. washed في 24. 25 إيش بقى جاي في فراغ؟ إن أور بادي كل كذا في جسدنا كونتينز بيحتوي على 46 كروموزوم، اللي هي كروموزومات. يا ترى كول نداء أو اتصال، ولا سيل خلية، ولا سيل اللي هو بيقولوا عليه عجل البحر، ولا سيلر، سيلر اللي هو القبو اللي هو زي البدروم كده يعني. لا اتش سيل كل خليه فيها 46 كروموزوم. سيل اجابه صحيحه في 25. 26 last night I heard a woman، الليله الماضيه سمعت سيده ايه for help in our street، طلبا للنجده في شارعنا. shouted ولا had shouted ولا shouts ولا shouting، الجمله تشير الى الاستمراريه في الماضي شباب. shouting تمام، shouting الجمله دي كان في اصلها هو was shouting يعني، هو was shouting. حذف الاسم الموصول او relative clause، هو طبعا لما اتحذفت هو شال وراها was، وبيجي لي gerund shouting. اجابه صحيحه في 26. 27 the earthquake الزلزال كذا، terrible damage دمار فظيع، to the buildings of the city لمباني المدينه. made ولا gave ولا reasoned ولا did، لا did، لان انا عندي صيغه اسمها do damage. دو دامج بمعنى يحدث تلف يا شباب. ديد اجابه هي صحيحه في 27. 28 بتقول لك ايه؟ ذا اكتور هاد هيز بورتريت، الممثل حصل على بورتريت اللي هي الصوره بتاعته، الصوره اللي هي المرسومه يعني. جاءت فراغ باي ا جريت بينتر، كده اللي فاضل لك ايه انت؟ فاضل لك تصريف ثالث، مش ادي الاكتور خلاص؟ تمام كده؟ وادي هاد اللي هي بمعنى حصل على، وادي المفعول به الاصلي اللي هو البورتريت، فاضل التصريف الثالث. ايه ما دي صياغه كده من المجهول، يبقى painted تصريف ثالث. اجابه صحيحه في الجمله رقم 28. painting في شكل الجنند خطا، تو بينت تو المصدر خطا، وبينت مصدر برضو خطا تماما. painted اجابه صحيحه في 28. 29 بتقول لك ذا بوليس wanted تو فايند، الشرطه او البوليس اراد ان يجد ايه؟ that the man was really guilty، بان هذا الرجل مذنب حقيقه يعني. يا ترى بروف بمعنى يثبت او يبرهن، ولا بروف بالاف بمعنى دليل او برهان، ولا بروفن وهذا شكل التصريف الثالث، ولا بروفيرب، بروفيرب بمعنى مثل اللي هي زي الامثال الشعبيه والحاجات دي. لا البوليس عايز بروف دليل او برهان بحرف الاف. اجابه هي صحيحه في 29. 30. الجملة رقم 30 بتتكلم فيه يور سمايل از فانتاستيك، ابتسامتك رائعه. اي ثينك يو، اعتقد ان انت ايه بقى؟ ناخد ايه بقى؟ had your teeth whitened، had your teeth whitening، have whitening your teeth، your teeth were whitened. انا هاخد الاجابه الاولى ايه، had your teeth whitened بمعنى حصلت على اسنانك مبيضه، والجمله اللي قدامي في صيغه الباسيف
تمام، ودي الصيغه السليمه ليها ماشي، ادي هذا اهي، وادي المفعول به، وادي التصريف التالي، لان الجمله تشير الى الماضي. الصيغات الثلاثه الاخرى غير سليمه بالمره. طب نروح للقطعه اللي قدامنا وبتتكلم عن الانترنت ومجال التطور بتاعه واستخداماته وبعض يعني نقدر نقول بعض المميزات اللي بتظهر ليه وايضا بعض العيوب. وبنقول الانترنت ومنذ ان يعني بدا في العام 1994 وتطور تطور سريع جدا او مثير جدا، واصبح اهتمام عالمي وبيقوم او بيخدم يقوم بخدمه ملايين الافراد على مستوى العالم. وبنقول ان هو يعتبر مصدر عالمي لاستقاء المعلومات والحصول عليها والتطور في مجالها. طبعا حاجتين مهمين جدا هما اللي ادوا الى تسارع هذا التطور للانترنت. الحاجتين دول اللي هي السوشيال ويب اللي هي بيقولوا عليها شبكه التواصل الاجتماعي، والحاجه الثانيه اللي هي موبايل تكنولوجي او التكنولوجيا اللي حصلت في مجال الهواتف المحموله. ومن ضمن التطبيقات مثلا ظهرت في هذا المجال وكان ليها انتشار يعني يشبه النار في الهشيم الفيسبوك، وده اللي بدا سنه 2004، وده اللي بيتشارك عليه ملايين الافراد والمستخدمين في كل مكان طبعا. وسهل حكايه الفيسبوك وانتشاره الرهيب ده طبعا زي ما قلنا التكنولوجيا الحديثه في مجال ايه الهواتف المحموله. سوف يظل الكمبيوتر اسمه ده الانترنت مهم جدا في حياه الناس ووسيله للتواصل اللي هي الكبيره جدا، وبابسط امكانيات انت ممكن تعمل لنفسك موقع على الانترنت وتقول فيه، تكتب فيه بلوجز وتكتب فيه بوستات وتعمل فيه اللي انت عايزه وتنشر فيه رايك بحريه كبيره جدا. ويمثل طبعا مواقع التواصل الاجتماعي مواقع من اللي فيها حريه تقدر تعبر فيها عن ارائك بسهوله ويسر شديد جدا. لكن للاسف الموضوع ده لا يزال له مجموعه من العيوب، ولذلك في عندي بقى خبراء بيزمستك متشائمين بسبب هذا التقدم الخطير في مجال الانترنت. ليه؟ لان لصوص الانترنت او اللي بنقول عليهم الهاكرز، بنقول عليهم انت ممكن تقدر تسميهم تيرورز ارهابيين، تمام، دول ممكن يعملوا هجوم من نوع ما على النظم الحكوميه في اي مكان، او حتى نظم تسيير عمليات الرحلات الجويه، او ممكن ده يؤدي الى طبعا يعطلوها، ممكن يخلي القطارات تخبط في بعضها، ممكن يؤدي الى مجموعه من الفوضى اللي هي بنسميها تشاوز. تشاوز هنا مقصود بها فوضى، مش فوضى انت كركبت حجرتك ولا حاجه، لا، الفوضى هنا مقصود بها فوضى تدميريه في اماكن عديده جدا. وده طبعا اللي بيخشاه المستخدمين الانترنت، وكمان اللي بيخشاه الخبراء. وكمان طبعا دي حاجه من الحاجات دي، حكايه انه الانترنت يمكن استخدامه للحصول على المعلومه، ده الشيء الجيد اللي فيه، لكن للاسف ممكن استخدامه في الاضرار اللي احنا سبق وذكرناها. طب نشوف الاسئله اللي جايه على القطعه بتاعت الانترنت، هو اللي بنبدا بتشوز الاول. بيقول لك وات ذا بيست تايتل فور ذا باسج، ايه افضل عنوان ممكن نقوله للقطعه ده؟ هي العنوان سي، ذا ايفولوشن اوف ذا انترنت، ثوره الانترنت. اثنين، وات كان يونج هاكرز تو ناو ديز، القراصنه الشباب ممكن يعملوا ايه بقى في هذه الايام؟ اختيار سي، ذي بنتريت اذرز كمبيوتر سيستمز، بيخترقوا، يمكنهم ان يخترقوا النظم الكمبيوتريه ل الاخرين. ثلاثة، what has marked the development of the internet، ايه اللي اظهر او اللي كان علامة على الموضوع التطور اللي حصل في مجال الانترنت؟ موبايل تكنولوجي، تكنولوجيا الهواتف المحمولة. اربعة، بيقول لك ذا انترنت از ماله بقى than other communication media، اكتر من وسائل التواصل الاخرى، هنقول cheaper، ارخص. خمسة، what does the underlined word globalized، كلمة globalized اللي هي بمعنى دولي، هنا هتناسبها انترناشونال. فنروح للجمله رقم 6 او الاختيار رقم 6، واللي بيقول لك ذا اندرلايند وورد اتس ريفيرز تو، اتس هنا طبعا واخده شكل الملكيه يا شباب، تشير الى ايه؟ تشير الى ذا انترنت. نروح للسؤال رقم 7، وات از اكسبكتد اباوت ذا فيوتشر اوف ذا انترنت، ما المتوقع بخصوص مستقبل الانترنت؟ الاجابه بتاعتنا اهي، ات ويل كونتينيو تو ديفلوب، هتتطور ومستمره في هذا التطور. 8، how has the internet grow dramatically، كيف نما الانترنت بصوره مذهله. كلمه dramatically هنا مش مع dramatically، عفوا يا جماعه، ولا dramatically، dramatically هنا مش معناها بطريقه دراماتيكيه او ماساويه، لا، بيقول لك بطريقه مذهله، او هنا التقدم اللي حصل فيه تقدم مذهل. الاجابه بتاعتنا في 8 بتقول since 1994 it has been expanded to serve millions of users and a multitude of purposes in all parts of the world.
طبعا استخدامات متعدده وملايين المستخدمين. 9. Why do some people feel worry about the future of computers؟ ليه بعض الناس عندها قلق من للمستقبل الحاسب الالي؟ هنقول سايبر تيرورست اللي هم الارهابيين بتوع السايبر اللي هو مواقع اللي هي السايبر يعني اللي هي بتاع الانترنت دي may attack the wireless computers. والحاجه بقى نكمل cause chaos and make planes crash اللي هي تعتبر مساوئ او عيوب هذا الاختراع العظيم. طيب 10. How do you think the internet allows more democracy for users؟ كيف يسمح الانترنت بديمقراطية زيادة؟ People everywhere are expressing and publishing their ideas and opinions on it. لأن الناس تقدر بتطبع أو بتنشر آرائها وأفكارها عليه وبسهولة. نرجع للترجمة ووصلنا للترجمة اللي باللغة الإنجليزية واللي بتقول Genius is ability to innovate new ideas and plans and then apply them in real life. One of the geniuses is Ibn al-Nafis, the famous Arab scientist who was the first in the world to discover the circulation of blood. واللي هتبقى بالشكل ده نرفعه قدام بس عشان نشوفها. العبقرية هي القدرة على ابتكار أفكار وخطط جديدة ثم تطبيقها في الحياة الواقعية. أحد العباقرة كان ابن النفيس العالم العربي الشهير الذي كان أول شخص في العالم يكتشف الدورة الدموية. نرجع للترجمة باللغة العربية ودي على جملتين. إن عملية البناء الضوئي التي تصنع بها النباتات غذائها تساعدنا على التخلص من ثاني أكسيد الكربون وتنقي الهواء. هتبقى بالشكل ده. Photosynthesis is the process by which plants make their food. Helps us to get rid of carbon dioxide and purifies the air. نروح للجملة الثانية واللي بتقول إن استخدام الحواسب الإلكترونية في كل مناحي حياتنا سوف يساعدنا بلا شك على مسايرة الدول المتقدمة. واللي هتبقى جملتها بالشكل ده. Using computers in all aspects of our life will undoubtedly help us to cope with developed countries. ونشوف موضوعات الإنشاء اللي جايب لك تختار منها. هو هنا جايب انت هتكتب ايميل مش موضوع انشاء. بيقول لك النيم از سهى، اسمك سهى، فريندز نيم از منى، يبقى سهى ومنى. وادي الايميل ادريس اهو قدامك. ايه الموضوع اللي انت هتكتب على واحد فيهم؟ The importance of science research، اهميه الابحاث العلميه او البحث العلمي. الثاني اجري ساينس يو ادماير، عالم عظيم انت معجب بي. نختم مع شاشه الترجمه واجابات القطع ونقول ان امتحان المراجعه الوحده 8 انتهى، لكن لسه لا يزال لدينا العديد والعديد من الامتحانات ان شاء الله على المنهج بتاعك للمراجعه مع معلم خبير اللغه الانجليزيه مستر عزت من مدرسه الشيماء السامه بالمحافظه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.